البابا الفاتيكان يغسل ويقبل أرجل السجناء، فما سر هذا الأمر؟ البابا الفاتيكان أو المعروف بالبابا فرانسيس زار أحد السجون في إيطاليا، حيث قام بغسل وتقبيل أقدام 12 سجينا كجزء من تقليد مقدس يرمز إلى التواضع. ونشر الموقع الرسمي للفاتيكان مقطع فيديو للبابا وهو يقوم بغسل أقدام السجناء وتقبيلها إحياء لذكرى إماءة يسوع للتواضع تجاه رسله في الليلة التي سبقت وفاته. ووفقا للفاتيكان تأتي هذه الطقوس قبيل عيد الفصح أو المعروف بعيد القيامة. وأشار الفاتيكان إلى أن عدد النزلاء هو 12، من بينهم رجال ونساء من مختلف الأعمار والجنسيات المختلفة. وأوضح الفاتيكان أن العدد 12 يرمز إلى عدد رسل يسوع، حيث جلس 12 سجينا على الكراسي على منصة مرتفعة. وقام البابا فرانسيس بغسل وتجفيف ثم تقبيل قدمي كل سجين في تقليد يسبق عادة الاحتفال بعيد الفصح. وفي المقابل انحنى بعض السجناء لتقبيل يدي البابا والتعبير عن امتنانهم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.